مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي كازوكو إينو؟ ما هي ميزات كازوكو إينو؟ ما هي كازوكو إينو؟ اسم كازوكو مرتبط بالقوة، يشير إلى الطبقة النبيلة التي كانت موجودة في اليابان الحديثة. معنى آخر لكازوكو باللغة اليابانية هو الأسرة، بالإشارة إلى المجتمع القوي الذي يقف وراء المشروع. ما هي ميزات كازوكو إينو؟ يعتزم كازوكو إينو تطوير العديد من المرافق في الطريق، يعد مقايضة تتنافس مع أكبر منصة موجودة بالفعل مثل بانكيك سواب ويوني سواب وغيرها، بهدف كسر حاجز عالم التشفير للمبتدئين والوافدين الجدد. يعمل الفريق على تطوير وظيفة ستيكينج، والتي سيكون لها واجهات برمجة تطبيقات فريدة ومستدامة لا توفرها أي منصة أخرى. سيصدرون مجموعة NFT التي ستوفر للمستثمرين بعض الوظائف المتميزة على منصة المقايضة، بينما تقدم لك فرصة المشاركة بنسبة 10-70% من المكافآت، أكثر من الحصة العادية. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.